للحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا عبر سكايب من مدينة بون الألمانية رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات السيد جاسم محمد. سيد جاسم مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا هذه الفكرة لا ترضي كثير من الناس خاصة من تضرروا من إرهاب داعش. برأيك إذا كيف يمكن ردع النساء من الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي داعش؟ التطرف في ألمانيا بالنسبة للنساء هو حصل من داخل دول أوروبا وكذلك من داخل ألمانيا، وهذا يعني بأن هنالك كانت مهادنة وغض النظر من قبل الحكومة الألمانية وكذلك الحكومات الأوروبية بالسماح لدعاية تنظيم داعش المتطرفة عبر الإنترنت وكذلك عبر المساجد بالتجنيد وغسل الدماغ. فإذا الحكومة الألمانية تتحمل هذه المسؤولية كون التطرف جاء من الداخل، ولذلك يجب أن تضع حد إلى دعاية تنظيم داعش وكذلك إلى أئمة التطرف الموجودين في داخل ألمانيا. كيف ستضع حد لداعش برأيك سيد جاسم؟ هنالك إجراءات يفترض أن تتخذها ألمانيا وهي راجعة هذه السياسات، أبرز هذه السياسات أنه تكون مراجعة إلى الأئمة التي يقومون بإدارة المساجد ويخضعون إلى دورات ربما ليس مراقبة ولكن إلى دورات يخضعون خلالها إلى التدريب لكي يكون يعني إمام الجامع لا يدعو إلى التطرف. ما عدا ذلك هنالك أيضا إجراءات وضعتها الحكومة الألمانية بالحد من الأخبار الكاذبة وتمجيد تنظيم داعش ونشر الفيديوهات التي تحرض على العنف، إضافة إلى ذلك هنالك مجموعة من الإجراءات اتخذتها أيضا ألمانيا في موضوع صناعة الكراهية. سيد جاسم، هذه الإجراءات والسياسات التي اتخذتها ألمانيا هل ترضي الشارع الألماني، الشارع العربي، الشارع الإسلامي برأيك؟ هنالك ربما أقل من 35% موافق على هذه السياسات، يعني هنالك تقريبا 65% رافضين إلى السياسة الألمانية ويعتقدون جيدا بأن تهديدات تنظيم داعش ما زالت قائمة والإرهاب أيضا مستمر، وكذلك لا توجد ثقة ما بين المواطن وأجهزة الأمن. فإذا نسبة 35 تمثل رقم غير هين داخل المجتمع الألماني. كيف نظر سيد جاسم المجتمع الألماني اليوم إلى هذا الحكم؟ ردود أفعال كانت رافضة إلى هذا القرار وهو يعتبر تناقض، يعني حتى في تصريحات المدعي العام فرانك، تصريحاته خلال شهر يناير وكذلك خلال العام 2017 في شهر نوفمبر كان يؤكد على ضرورة إجراء أو اتخاذ إجراءات ضد النساء وإن لن يلتحقن في القتال، وأكد خلالها بأن النساء كان لهن دور كبير في موضوع التجنيد والتمجيد إلى تنظيم داعش. فإذا هنالك رفض، والصحافة المحلية وكذلك قنوات التلفزيون انتقدت كثيرا المدعي العام والحكومة الألمانية. برأيك سيد جاسم، هذا القرار أو الحكم الصادر من السلطات الألمانية يمكن أن يزيد من عدد المنتميات إلى صفوف داعش التنظيم الإرهابي في ألمانيا كون أنه ليس هناك رادع؟ بالتأكيد هذه الإجراءات تعني مهادنة إلى الجماعات المتطرفة، وأجد أن هنالك تناقض وغض النظر وتعتبر عملية تدوير إلى الإرهاب وإلى المقاتلين الأجانب، وهذا يعني بأن ما تقوم به ألمانيا الآن هو مهادنة إلى الإرهاب وغض النظر، خاصة ما يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط، يعني دول سوريا، العراق، ليبيا ومناطق أخرى تدفع الثمن. فيجب أن تتحمل أوروبا أيضا هذه المسؤولية وأن لا تترك يعني مثل هؤلاء العائدون من القتال يكونون أحرار، والتحقيقات أكدت بأنهم ممكن أن يعودوا إلى القتال وممكن أن يلتحقوا من جديد إلى مناطق النزاع. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا من مدينة بون الألمانية سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.